جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية. موضوعها هذا العام: الأعمال التي أنجزت في تحقيق كتب التاريخ الإسلامي والتراجم، وفاز بها الأستاذ الدكتور بشار عواد الأردني الجنسية. أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وقد منح الجائزة لمبررات منها: تميز تحقيقه بالشمول زمانا ومكانا، وامتداده إلى رجال الحديث والتاريخ ومشاهير علماء الإسلام، إرساؤه من خلال أعماله قواعد وأصولا للتحقيق جعلت منه علما يقوم على الدقة والأمانة والتقصي. وقد ساعده على ذلك تمكنه من علوم القرآن والحديث واللغة، وتجلى ذلك في إسهاماته التدريسية والإشرافية في الهيئات العلمية. معلومات موجزة حول الفائز في هذا الفيلم. كنت دائما وأبدا أعنى بالقول المأثور: رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه. أنا بشار عواد معروف العبيدي، ولدت في مدينة الأعظمية في غرة شعبان سنة 1359، وبها تعلمت في المدرسة الابتدائية والثانوية، ثم دخلت كلية الآداب، ثم أكملت دراساتي العليا في جامعة بغداد أيضا الماجستير والدكتوراه، ونلت مرتبة الأستاذية في سنة 1981. ومنذ بدأت بالدراسة عنيت عناية بالغة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ملك علي قلبي وروحي وكياني، وطوفت من أجله البلدان شرقا وغربا، فأنجزت فيها أكثر من 300 مجلد تحقيقا، وأكثر من 80 مجلد تأليفا. أعظم كتاب أنجزته في حياتي هو كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذي تناول رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على مننه ونعمه وسوابغ آلائه علينا. يسرني أن أدعو الأستاذ الدكتور بشار عواد لاستلام جائزته من خادم الحرمين الشريفين ثم إلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله أمينه على وحيه، ورضي الله عن آله وصحبه نجوم الهدى المشرقة وبحور الندى المغرقة وشهب التأسي والاهتداء. سلام من الله ورحمة على خادم الحرمين الشريفين، وبركات ناميات، ونزف تحايا الله الطيبات إلى أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والسماحة العلماء من مدينة السلام بغداد، التي لم أعد أراها إلا في الأحلام، مدينتي الحبيبة، بها ولدت وترعرعت وتعلمت فشببت واكتهلت وشخت، وبها ولد آبائي وأساتيذي وعاشوا ثم ضمهم ثراها، مدينتي التي لم يكن لها في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها
وكثرة علمائها عاصمة الدنيا العربية الإسلامية 500 من السنين ويزيد، ثم من عمان البلقاء دار هجرتي التي صارت لنا بحمد الله ومنه دار إقامة وقطون، دار هجرتي التي صارت لنا بحمد الله ومنه دار إقامة وقطون وإخلاد وركون، بعدما مستنا المحنة ونزلت بنا الملمة وغشيتنا البلية. في هذا اليوم الأرج البهيش نذكر نعمة الله علينا وعميم إحسانه إلينا، ونذكر بالثناء والدعاء والشكران والعرفان رب هذا الصنيع الجميل الملك الهمام فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه، وذريته النجباء الأوفياء الذين عطروا ذكره بانتهاج سبله وطرائقه وتشييد مناره في إكرام العلم والعلماء، فلله وفاؤهم وسروهم وقيامهم بحق صاحب هذه المنقبة الجليلة والفضيلة النبيلة التي شغلت بها الألسن وسارت عنها أخبار عطرت أنفاس الأزهار، وغدت بحمد الله ومنه منقوشة في فص الزمان ممدوحة على وجه الدهر، يتشوف ويتشوق إليها نحارير العلماء ما بين مشرق للشمس ومغيب. وعملاً بالحديث الثابت الصحيح عمن لا ينطق عن الهوى الذي أخرجه إمامنا المبجل أحمد بن حنبل في مسنده من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نتقدم بالشكر العميم إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية حفظه الله تعالى، وسدد على طريق الخير خطاه وأدام تأييده ونعماه، وإلى الأخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز السبيل الأمين العام وجميع العاملين معه على ما بذلوا من جهد وتحملوا من نصب، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، نسأل الله جل في علاه أن يكتب ذلك في صحائف أعمالهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.